مرحبا بك. عندما تخسر حياتك الشخصية تماما، هذا يعني أنك سوف تترقى في العمل. يمكن أن تكون هذه الجملة الحوارية قد لخصت فكرة فيلم الشيطان يرتدي برادا، The Devil Wears Prada. الشيطان في الفيلم هي ميريندا بريستلي، والتي قامت بدورها ميريل ستريب، المديرة المتحكمة بشكل مبالغ فيه في حياة موظفيها. لا ترضى عنهم مطلقا ولا تمدح ما يفعلونه، بل تطلب منهم القيام بمهام غير منطقية وخارقة للعادة، ويمكنها التضحية بأي شخص في سبيل الحفاظ على منصبها وعلى الأضواء التي حولها بصفتها رئيسة تحرير لمجلة رانوي الشهيرة في عالم الأزياء. كل من يدخل عالمها لا يشغله سوى نيل رضاها لضمان البقاء. فتكون أندي التي قامت بدورها آن هاثاواي أول من سبب لها خيبة أمل كبيرة. ففي أول الأمر تحملت أندي ضغوط العمل المميتة، لكنها خسرت حياتها الشخصية وعلاقاتها بعائلتها وأصدقائها وحبيبها، وأدركت أن عالم ميريندا البراق والمقصود به عالم المشاهير هو عالم موحش ومزيف وباهظ الثمن. فتركت العمل وعادت إلى حياتها الطبيعية والحقيقية، ليترك الفيلم سؤالا مهما: إذا كنت أدركت أنك لست في المكان الصحيح فمتى ترحل؟ قدم الفيلم عام 2006 وحصل على تقييم بنسبة 76% على منصة Rotten Tomatoes.